بحضور وزير الزراعة السوداني والسفير الإماراتي وعدد كبير من المسؤولين والمنتجين للتمور، اتعمل مهرجان خليفة الدولي الرابع لنخيل التمور السودانية بقاعة الصداقة بالخرطوم الأسبوع اللي فات، وتم تكريم الفايزين فيه. متابع شاركت مزرعة العذراء مريم للإنتاج الزراعي والحيواني في المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية، والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات السودانية وجمعية فلاحة ورعاية النخيل في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الذي بدأ في 30 من نوفمبر وحتى 2 ديسمبر. ألف مبروك لنجاح مزرعة العذراء بجائزة خليفة للإنجاز العظيم، ونبارك لسيدنا أنبسر أبامون لمشهوده العظيم ومباركته لنا، ونتمنى في المستقبل القادم فوز إن شاء الله على طول. نقف اليوم ممثلين لمزرعة مريم العذراء للإنتاج الزراعي والحيواني بالسودان ومشاركتها في المؤتمر الرابع العالمي للتمور. المزرعة اليوم تم تتويجها كمزرعة مثالية، وفي السابق تم تتويجها أيضا كأجود مزرعة لإنتاج. ضم اليوم افتتاح الدورة الرابعة للتمور السودانية، المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية، كانت احتفالية كبيرة ومميزة، وهناك أيضا مكرمين، أعتقد أحد المكرمين يمكن معانا، فنهني كل المكرمين وبإذن الله القادم أفضل. نحن اليوم نحتفل بالمهرجان الدولي الرابع للتمور في السودان، مستضاف في السودان في الخرطوم. هذا المهرجان يعني برعاية جائزة خليفة، ونحن الآن يعني مررنا على معرض التمور، معرض كبير واسع يعرض التمور السودانية باختلف عيناتها وبمختلف المنتجات المنتجة من التمور. نحن ندعو الجميع لزيارة المعرض. وقد فازت مزرعة العذراء مريم الشهيرة بالبتول بجائزة أفضل مزرعة نموذجية في السودان لهذا العام، كما فازت من قبل بجائزة أفضل مزرعة منتجة لبلح المجدول. من أمام قاعة الصداقة، إسحاق صادق، CTV.